مرحبا بكم الناس الكل. قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسليط عقوبة الإبعاد لمدة 3 مقابلات للاعب النادي الإفريقي وسام يحيى بسبب العبارات الصادرة عنه تجاه حكم مقابلة النادي الإفريقي ونجم الساحلي الحكم محرز المالكي، وهذا ما دونه في تقرير المقابلة، مع تسليط زاد عقوبة 5000 دينار ضد النادي الإفريقي بسبب رمي المقذوفات بعد نهاية المقابلة. مشي طبعا تحدثوا على النادي الصفاقسي، ولجنة النزاعات التابعة لاتحاد دولي كرة القدم أصدرت قرارا في خصوص قضية رفعها لاعب نيجيري أكيم نوتو، ويقضي القرار بإلزام النادي الصفاقسي بدفع مبلغ 240 ألف دولار للاعب مع تسليط عقوبة المنع من الانتداب في صورة عدم الدفع. الفترة ذي تمتد حتى لثلاث فترات. النادي الصفاقسي حاول يتصرف في الوضعية ذي، حب يلقى حل. اليوم العشية كان معنا الكاتب العام نادي الصفاقسي خالد السرباجي، فسرنا بالضبط شنو الملف وكيفاش حب نادي الصفاقسي يتصرف في تفاصيله. ديسيجن جاتنا امس متعس برفض الاستئناف متاعنا. سبب بسيط جدا هو عدم الخلاص الاموال في الاجال القانونيه، رغم اللي احنا عملنا تحويل المال لاموال الركيز نتاع التاس في الاجال. كيفاش في الاجال؟ هو بس انت تعمل الدمود نتاع التاس لابيل نتاعك، يعني الاستئناف نتاعك على ود تخلص 1000 فرنك سويسري، ومن بعد يقولنا الجريفيه يعني الكتابه نتاع التاس قلنا زيدونا مثلا 84 من يقابل 80000 دينار تونسي، 84000 دينار تونسي فكرت مين فيها شاف. شو عملنا احنا في سي اس اس؟ ما تنجمش تبعث، كلمنا الفيدراسيون اللي فتحت مشكوره وقلنا لا تنجموش انتم تدخلوا تبعثوا انتم بسكم. قالوا لنا وقتها كان لي ديرني ديلي سيتي لو 26 اكتوبر 26 اكتوبر عملنا الفيرمون، بعثنا الفيرمون تاع الفلوس الكل بعثناهم للفيدراسيون. الفيدراسيون حولتهم هي بتاريخ 25 اكتوبر، يعني بعثتهم البنك، عطت لودر دي فيرمون للبنك، هو بنك عمومي ما رانا. كان بعد تبعث لنا هي البنك، تبعث للفيدراسيون، الفيدراسيون تبعث لنا ليتر ديكسكيوز، رسالة اعتذار تقول عنا بان تكنيك، حطتنا احنا نوخروا في اجال باش نبعثوا احنا السويفت، حطتنا نوخروا تقريبا جمعتين. جديد في الملف هذا لتاس اغلق هذا الملف، وبالتالي الزام النادي الصفاقسي بدفع مبلغ 240 الف دولار اللي يجيو في حدود 740 مليون. النادي الصفاقسي لازم يخلصهم في هذا الملف. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام اللي تم اختيارهم لإدارة المقابلات في كان الكوت ديفوار بين 13 جانفي و 13 فيفري 2024. القائمة 68 حكم، منهم 26 حكم ساحة و 30 حكم مساعد و 12 حكم تقنية فيديو، فيهم فقط كنزوز توانسة، هيثم جيرات في الفار، وخليل حساني كمساعد حكم. معناها معناش حتى حكم ساحة واحد في هذه المسابقة من 68 حكم باش يكونوا موجودين في كأس أفريقيا للأمم. عالميا الآن وأوروبا تحديدا، وين أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكم تاريخي يهم مستقبل كرة القدم الأوروبية بعد إقرارها بحقية الأندية بتنظيم بطولة خاصة بهم كما دوري السوبر الأوروبي من دون العودة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو إلى الفيفا، وبعد أكثر من زوز أعوام من الجدل في خصوص المسابقة هذه وخلفياتها وأهدافها ومعنيها وشكلها. خاصة أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أن الفيفا ويوفا تعديوا القانون بمنع الأندية الأوروبية من تنظيم بطولة جديدة تجمع بين أندية النخبة في القارة تحت مسمى كما قلنا دوري السوبر الأوروبي. نذكروا أنه المقترح هذا أول الأندية اللي تبنيته هي ريال مدريد، وجات بعدها البارسا ويوفي. دونك نظام البطولة ذا بش يكون بمشاركة 64 فريق موزعين على 3 درجات، 16 فريق في دوري النجوم، 16 في الدوري الذهبي، و 32 في الدوري الأزرق. علاش أزرق من عرشة مع كيكا اسمه الدوري الأزرق. ستكون الفرق هذية المشاركة، معناها الدوري هذية والأقسام اللي فيه مبنية على النتائج ومستوى الفرق لكل. دونك المعالم مازالت مش واضحة بالضبط في خصوص هل ستلغى رابطة الأبطال الأوروبية ولا هل ستكون مسابقة موازية ولا. دونك اللي صار توا أنه بالنسبة لهذه الأندية الأوروبية من حقها أن تنظم المسابقة الجديدة اسمها دوري السوبر الأوروبي.
نمشيو توا للملاعب الأوروبية تحديدا إسبانيا ودفعة من مقابلات الجولة 18. جيرونا في تنقل الإشبيلية تعادل 1-1 مع سيفي، يحافظ رغم هذا تعادل يحافظ جيرونا على صدارة ترتيب لليغا. كادش مع ريال سوسيداد ماتشو فيه بتعادل السلبي. الريال حاليا متعادل سلبيا مع ألافيش، ومايوركا متعادل مع أوساسونا 1-1. النتائج هذه تعطينا الكلاسمون الآن هكا: جيرونا في صدارة 45، الريال بالتعادل اللي عامله 43، بعدهم البارسا 38، وأتلتيكو مدريد في المرتبة الرابعة ب 35 مع أتلتيك بلباو. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام.net.